أصالة اتجوزت 4 مرات وآخر واحد كان من دور عيالها. الأول كان من أيمن الذهبي، وده خلفت منه بنتها شام سنة 1992 وابنها خالد سنة 1998، واستمر وحياتهم كلها كانت مليانة مشاكل وخلافات زوجية، علشان كده قرروا يتطلقوا في سنة 2005. أما الزوج التاني فكان في 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان، وجوازهم ده استمر 13 سنة. خلفت فيهم ولادها التوأم في مايو سنة 2011، ولكن الظاهر كده ان الحسد عرف طريقه ليهم وخلى في بينهم خلافات كتيرة قوي ووصل بينهم للانفصال. اما الجوازة الثالثة فكانت مدتها 3 شهور بس، وهي من نائب البرلمان المصري احمد عبد المجيد، والجواز ده كان في السر، وبرضه حصل بينهم الانفصال في السر باتفاق الطرفين وبكل هدوء. وفاجأت أصالة جمهورها من فترة إنها مرتبطة بالشاعر فائق حسن، وبرضه يبقى مدير أعمال المطرب ماجد المصري. واعترفت أصالة بزواجها من فائق حسن بالذات بعد ما تم تسريب عدد من المعلومات والصور اللي تجمعهم مع بعض. اسمها الحقيقي أصالة مصطفى حاتم نصري، اتولدت في 15 مايو سنة 1996 في العاصمة السورية دمشق، ومعها الجنسية السورية، ومن كتر ما صوتها مميز قوي لقبها الجمهور بتاج الأغنية. أصالة نصري بالرغم من إنها عدت 54 سنة إلا إن صوتها لسه مميز قوي والكل بيحبه.